بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المتواصلة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أخواتنا المشاهدين الكرام في برنامجكم ميكروفون مصر وصل صوتك. احنا امبارح اتصل بينا ناس كتير قوي مصدومة من المواضيع اللي كنت بطرحها، مصدومة من موضوع انه عائشة لعنها الله كانت امرأة فاجرة وكذبت على رسول الله صلى الله عليه وآله، على رسول الله صلى الله عليه وآله، وافترت وتفردت بأكاذيب لم يقولها أحد إلا عائشة. فاتصل من اتصل وقال هل أنت متأكد من الكلام ده بتاعك؟ أنت دلوقتي ترمي المحصنة عائشة، مع أنه ما كانش لا محصنة ولا بتاع، بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد أن دست عائشة وحفصة السم لرسول الله صلى الله عليه وآله وقتلتا رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من أبويهما أبي بكر وعمر لعنهم الله، فجرت عائشة وفجرت حتى وصل الأمر بها إلى أن تعمل الفواحش. ما خلتش ولا فاحشة ما عملتهاش عائشة، اغتسلت أمام الرجال وتكلمت بالأمور الجنسية واللا أخلاقية وشنت الحروب وتبرجت وجابت المطربين والمغنين في بيتها ورضعت الكبار وكذبت على رسول الله صلى الله عليه وآله وحاجات فضايح يعني ربنا يعلم فيها. اللي وصل لنا من فضائح عائشة واللي موجودة في كتب من يسمون نفسهم أهل السنة، السنة البكريين، غيض من فيض. يعني عائشة كانت أكبر من كده بكتير وفضائحها أكبر من كده بكتير، بس ربنا يعجل بظهور الإمام المهدي عليه السلام وحينها ستبان الفضائح والفضائح. في فرد اتصل من الإسكندرية كان بيقول لي أنت متأكد من الكلام بتقوله؟ طيب يا أخونا أنا نفس السؤال أوجهه ليك، أنت متأكد أنه أنا غلطان في الكلام اللي بقوله؟ ما تراجع وتشوف الكلام اللي بقوله ده صح ولا غلط، راجع وشوف. لما أقول لك الكتاب ده الموضوع ده جبته من كتاب البخاري ولا مسلم ولا مسند أحمد ولا فتح الباري في شرح صحيح البخاري ولا المستدرك على الصحيحين، راجع راجع يا أخوانا، راجعوا ما تراجعوا بلاش تغلبونا معاكم. في حاجة دلوقتي كويسة جدا تسهل موضوع البحث أكتر بكتير من قبل، اللي هو اسمه الكمبيوتر ده. لا مفيش حاجة يعني مفيش داعي الكمبيوتر دلوقتي، موجود الموبايلات الذكية ده، السمارت فون الصغير ده فيه واتساب ومش عارف، بدل حاجات هايفة وبدل أمور بايخة، ما تيجي تدور عندنا كنت تشوف كلامي اللي بقوله ده صح ولا غلط. في محركات بحث اللي اسمها جوجل مثلا ولا أي ياهو ولا أي محرك من محركات البحث، ممكن تكتب أي موضوع وتلاقي الأجوبة وتلاقي المواضيع والاستفسارات والبحوث حول أي كلمة، والحمد لله موجودة. فلما أقول مثلا أنه عائشة هي التي اتهمت عرض رسول الله صلى الله عليه وآله، ولما جبت المصادر ممكن تشوف هي عائشة عندها روايتين، واحدة موجودة في بخاري ومسلم ومسند أحمد، وواحدة موجودة في المستدرك على الصحيحين وغيرها من الكتب أيضا. فالرواية الأولى اللي تقول عائشة أنه قضية الإفك نزلت فيها هي، وهي الغلبانة المظلومة اللي كانت مسكينة. طيب والرواية الثانية هي نفسها عائشة تروي أنه لأ، ماريا القبطية التي اتهمها أهل الإفك، وهي شاركت أهل الإفك واتهمت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ابن زنا. طيب ما تراجعوا الرواية وتشوفوا يا أخواننا الكلام اللي بقوله ده صح ولا غلط.
راجعوا وشوفوا، لو طلع كلامي غلط اتصل بيا وقول لي يا حاج فايز انت غلطان، انا دورت في الكتاب ده ما لقيتش الموضوع اللي بتقوله. لو طلع كلامي غلط انا هعتذر منك وحراجع نفسي وهشوف وهقرا، لو تبين لي غلطي هعتذر منك رسميا. ايه عاوز اكتر من كده يا اخونا؟ طيب لما فضحت عائشة يقول لي انت متأكد من الكلام ده؟ لا متأكد ونص. انت تأكد من كلام اللي بقوله ده صح ولا غلط، راجع لما اقول. يقول لا احد يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نقول بالكلام ده. لا احنا نقبل، احنا نقبل ليس اتهاما لرسول الله صلى الله عليه وآله، بل تطهيرا لعرض رسول الله صلى الله عليه وآله، بل تنزيها لرسول الله صلى الله عليه وآله. عائشة اقترفت من الآثام بحق رسول الله صلى الله عليه وآله ما اقترفت دلوقتي تتسلخ في نار جهنم، اما حتة سلخ دلوقتي تتعذب في قعر قعر جهنم دلوقتي، وأنا متيقن أن عائشة دلوقتي في قعر جهنم تتعذب بألوان العذاب. تقول لي إزاي يا أخونا حرام عليك؟ أقول لك حلال علي. اسمع، عائشة هي بنفسها تروي أنه النبي صلى الله عليه وآله اتجوزها وهي صغيرة وعندها 6 سنين ودخل بها وعندها 9 سنين. في مرة واحد ملحد قال لي لو النبي بتاعك ده موجود في الزمن ده كان حوكم بتهمة الاعتداء على الأطفال. طيب معقولة يا عائشة أنت بتقول الكلام ده؟ إيه البجاحة دي؟ إيه قلة الأدب دي؟ يا إخوانا ما هو الشرع الإسلامي يحرم الدخول بالأطفال. إيه ده؟ طيب لما تراجع المحققين والباحثين في الموضوع ده وجدت هناك منصفين ممن يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة من البكرية بيقولوا انه لا، عائشة على اقل التقادير كان تزوجها رسول الله صلى الله عليه واله عمرها 18 سنة. طيب هي عائشة تروي في اصح الكتب عندكم انه عائشة تزوجها رسول الله صلى الله عليه واله بنت 6 سنين ولا 7 سنين ودخل بها وهي عندها 9 سنين. طيب نكذب مين دلوقتي؟ البخاري ولا عائشة ولا انكذب عينينا ولا مين؟ هم عملوا ايه؟ قالوا لا ده البخاري مش مقدس، ممكن يكون غلط والراوي كان غلطان مش عارف مين ولا. يا عم دي اصح الكتب عندكم. والمصيبه الثانيه، طيب لو فرضنا جدلا انه البخاري غلط، طيب اكتر من مصدر ذكر الموضوع ده وقال انه عائشه كانت تروي انه النبي صلى الله عليه واله تزوجها وهي بنته 6 سنين. طيب نعمل ايه؟ نعمل ايه يا اخوانا؟ نعمل ايه؟ نكذب كل الناس دول عشان يعني؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. فنعمل ايه؟ نقول ان عائشة كاذبة. طيب ازاي عائشة معقولة الست اللي اتجوزها رسول الله صلى الله عليه واله تكذب؟ ما هي بلسانة بتقول انا كنت كذابة بنت كذاب. ازاي؟ في قضية المغافير عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه واله يشرب عسلا عند زينب بنت جحش، هي تروي بنفسها. فتقول فتآمرت انا وحفصه على ان نكذب على رسول الله صلى الله عليه واله. ازاي يا عائشه؟ يا ملعونه يا مجنونه. نقول لما يجي رسول الله صلى الله عليه واله رسول الله انت فيك حاجه ريحه وحشه، فيك ريحه وحشه واحنا مش عاوزين نشمك ومش طايقينك، ليه اكلت مغافير؟ يا عائشه تعمل الحركات دي ليه؟ عشان تنكد على النبي. بس عايزه تنكد على النبي. فلما تقروا تفاسير سوره التحريم تجد انه عائشه تروي عن نفسها انه عملت العمله الزباله دي، هي عائشه. طيب لو واحد يقول لي لا دي غيره ومش عارف مين، يا عم هي كذبت ولا ما كذبتش؟ في النهايه هي كذابه، غيره مش غيره مش عارف مين، هي كذبت. انت تقول لي لا انت لازم تعرف ومش عارف، لا أنا الموضوع بتاعي ماليش دعوة لا بالغيرة ولا بالبتنجان معفن ولا بالفسيخ ولا أي حاجة، أنا ليه دعوة بالموضوع ده. هل كذبت عائشة على رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت إن فيك ريحة منتنة عشان تنكد عليه وما تخليهوش ياكل عسل أو يشرب عسل عند زينب بنت جحش؟ ما تجاوبوني يا إخوانا، ما ترحموني يا إخوانا،
قولوا لي عائشه كذبت في الموضوع ده. كذبت. نعمل ايه؟ ما يجراش حاجه والله العظيم. والله العظيم لو انتوا اعترفتوا بانفسكم انه عائشه كذبت والله ما يجراش حاجه. قول عائشه كذبت. كذبت من باب الغيره، من باب مش عارف مين، قول اي حاجه بس عائشه كذبت. طيب اللي يكذب مره ممكن يكذب 600 مره. وممكن يتوب. طيب هل عائشه تابت على الموضوع ده؟ عن موضوع الكذب؟ احنا لما نقرا الايات في سوره التحريم بتقول ايه؟ نقرا القران سوا. انا بحب قراءه القران. تقول الايات: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. بص اسمعوا، ركزوا معايا شوية. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مالت قلوبكما يعني. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آيات فيها تنبيه وتحذير وتقول لك في نار جهنم موجودة وعليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله أمرا ويفعلون ما يؤمرون. طيب دلوقتي في آية بتقول تحذير لعائشة، تقول إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. أنت لازم تتوبوا لأن قلوبكم مالت عن الحق. طيب هل جاءت رواية أو آية تقول لقد غفر الله لكما يا عائشة ويا حفصة، لقد غفر عن زوجات رسول الله ربهما لأنهما استغفر ربهما وتابا عن ذنبهما؟ نزلت آيات كده؟ لا. نزلت رواية تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر عائشة وحفصة بأنه قد غفر الله لهما وقد تاب إلى الله؟ لا. اقروا تفاسير سورة التحريم عشان تعرفوا كذب عائشة، وبلاش تقولوا لي غيرة ومش عارف، لا 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 بلاش الكلام ده. أنا بحب الكلام الدغري، أحب الكلام الواضح، الكلام الجميل، الكلام الشفاف. أنا عاوز كلام بشفافية، مش عاوز كلام كله دجل على مش عارف أي كلام، أي حاجة بالبتنجان نقولها وخلاص عشان نخلص نفسنا من الموضوع اللي الشائك دلوقتي اللي وعينا فيه. إحنا في حد دلوقتي في التلفزيون اسمه فايز كل يوم يتكلم ويشتم عائشة ويلعنها ويطلع فضايحها من كتبنا واحنا مش عارفين نعمل ايه. انا نفسي دلوقتي فرد من مشايخكم يتصل بيا. لو ما اتصلش اي فرد من مشايخكم دلوقتي، انا نفسي منكم يا اخوانا انتوا اللي بتشوفوني دلوقتي تروح بكرة صلاة الجمعة، قبل ما تصلي الجمعة تروح للشيخ قول له: يا سيدنا الشيخ انا عندي سؤال، في فرد اسمه فايز يطلع على التلفزيون على قناه صوت العتره. هو يقول لك لا دي شيعيه، يقول له يا عم سيبنا خلينا نتكلم. خلينا نتكلم وعاوزين نفهم منك حبه حبه. هو يقول عائشه لم تتب الى الله بعد ان صغت قلوبهما هي وحفصه. وربنا نزل فيهم ايات وتحذير ووعيد يعني، وهم دلوقتي في نار جهنم. طيب ويقول بانه عائشه وحفصه كذبتا على رسول الله صلى الله عليه واله، والروايات موجوده في 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 كل التفاسير بتاعتكم، موجوده في الطبري على مش عارف البخاري على مش عارف في كتب الصحاح كلها، وكل التفاسير موجوده انه الايات دي نزلت في عائشه وحفصه وحسب اقوالها هي واعترافها بانه كانت تكذب على رسول الله صلى الله عليه واله.
دلوقتي نعمل ايه؟ نصدق عائشه ولا نعمل ايه دلوقتي؟ عائشه كدابه ولا لا؟ لو اخذ يلف ويدور الراجل ده الشيخ بتاعك ويقول لك بلاش تسمع الشيعه وبلاش مش عارف، فاعرف ده الراجل ده زي كفار قريش. كفار قريش كانوا يعملوا ايه؟ يقولوا لا تسمعوا الى القران ولا تستمعوا لمحمد صلى الله عليه واله، واغلقوا اذانكم ولا تتكلموا معه. ليه؟ يقول لك ده عشان يسحركم، هيسحركم، ما تتكلموش معاه هيسحركم. وكانوا يحذرون عبيدهم وإماءهم ورجالهم وأبناءهم، يقول ما تتكلموش معاه، ده الراجل لو اتكلمتوا معاه كلمتين هيسحركوا على طول. مرة أنا سمعت العرور يقول لا تسمعوا إلى الشيعة حتى وإن قرأوا القرآن، حتى وإن قرأوا في البخاري، دول يعني هيشيعوكوا. بدل ما يقول وإحنا ما سمعتش ولا مرة فرد من علماء الشيعة ولا فرد من علماء ولا من مشايخ الشيعة يقول لا تستمعوا إليهم حتى وإن قرأوا في البخاري في الكافي الشريف ولا في بحار الأنوار ولا ما يقولش أي كلام من الكلام ده، يقول لك روح اسمع وتسلى شوية معاهم. طيب دلوقتي عائشة اسمعوا، هي عائشة قلت لكم أنا امبارح وأنا هكرر وحكرر 600 مرة لحد ما تستوعبوا وتفهموا. ممكن يكون فرد دلوقتي هو يشوفني أول مرة، هكرر أنه عائشة كانت تقول أنه رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنته 9 سنين. فلما حقق المحققون في الموضوع ده وجدوا أن عائشة كانت تكذب، أنه اتجوزها رسول الله صلى الله عليه وآله وأقل ما لديها من عمر 18 سنة. اسمعوا الروايات اللي بتقولها، ده في المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، يقول قالت عائشة ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أتاه جبريل بصورتي وقال هذه زوجتك وتزوجني وإني لجارية علي حوف. الحوف يعني الثوب الذي لا كم له، فلما تزوجني ألقى الله علي حياء وأنا صغيرة. تقول أنه أنا كنت صغيرة جدا وعلي حوف الثوب الذي لا كم له بتاع العيال الصغيرين، وتقول انه النبي اتجوزني وانا بالسن ده. ده موجود في اكثر مصدر، بس في روايات بتكمل الصوره. تقول عائشه خلال في 7 لم يكن في احدى من النساء الا ما اتى الله مريم ابنه عمران. هي تمدح نفسها دلوقتي في 7 خلال او اوصاف، في 7 لم يكن في احد من النساء الا ما اتى الله مريم بنت عمران. والله ما اقول هذا فخر على احد من صواحبي، انا ما اقولش الكلام ده فخر، بس هي تعمل ايه دلوقتي يعني مش عارف. فقال لها عبد الله بن صفوان وما هن يا ام المؤمنين يا ام المنافقين يا عائشه؟ قالت نزل الملك بصورتي. اول واحده ينزل ملك بصورتي انا، صوره فوتوغرافيه. وتزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله لسبع سنين وأهديت إليه لتسع سنين. طيب ورواية ثانية وثالثة ورابعة، اسمعوا. تقول قالت 7 خصال ما هن في إحدى من أزواج النبي. تزوجني بكرا، يعني هي الامرأة الوحيدة التي كانت بكرا من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماريا القبطية كانت هي مش بكر؟ والسيدة خديجية كانت مش بكر؟ وأزواج النبي صلى الله عليه وآله الباقيات ما كانوش بكر؟ بس أنت الوحيدة الشريفة العفيفة المش بكر. وأثبتت الروايات أن عائشة لم تكن بكر وكانت متزوجة في أيام الجاهلية من جبير بن مطعم. أكثر من رواية تقول بأنه كانت متجوزة من الراجل ده فطلقها أبو بكر من الراجل ده وجاء بها إلى المدينة المنورة. تقول عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله بكرا ولم يتزوج بكرا غيري. شوف الكذابة، شوف الكذابة.
وأتاه جبريل بصورتي قبل أن يتزوجني، ولم يأتي بصورة أحد غيري، بس أنا الفرد الوحيد اللي وصلت له في صورة فوتوغرافية مني على يد جبريل، وما شافش النبي صورة فوتوغرافية صلى الله عليه وآله بعد كده، لا قبل كده ولا بعد كده. طيب، وكان جبريل يأتيه وأنا معه في شعاره. طيب، جبريل كان يجي وهو مش عارف، هي بتشوف كانت كذابة، ولم يكن يأتيه وهو مع أحد من أزواجه في شعاره غيري، بس أنا الوحيدة اللي كان جبريل يجي عشان جبريل بيحبني. إيه على إيه بيحب عائشة؟ مش عارف أنا على قلة أدبها ولا على إيه يعني بالظبط، مش فاهم. وكنت أحب إليه نفسا وأحبها إليه أنا أكتر واحدة. هي عائشة كانت على طول كده. أنا أكرر، عائشة لما يسألوها نظرة الإفك نزلت في مين؟ تقول فيها أنا. من هو، مين هي أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أحب أزواجه. طيب، ومن هو أحب الرجال؟ أبويا، ما فيش أحسن منه. طيب، أبوك كان فقير؟ لا، وأنا أنفق على الإسلام. أبويا كان غني وكان ينفق على الإسلام. يا عم أنت بتقول تجيب الكلام ده منين؟ ما فيش في حد يعترض عليها؟ لا. لماذا لم تقل هذا الكلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله بعد استشهاده؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان سيربيها وسوف يبين أكاذيبها، وكان يقول لها رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته: هل أتاك شيطانك؟ فبعد ما استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله الشيطان فضل ركب على طول. اسمعوا الأكاذيب بتاعت عائشة، وتقول: ومات في يومي وليلتي، ده كمان كد، وبين سحري ونحري. وهي تعترف في روايات أخرى أنه النبي صلى الله عليه وآله مات في حجر علي بن أبي طالب، وهي تعترف. هجيب لكم الرواية أحسن عشان تصدقوني. اسمعوا الروايات بتقول إيه. يا سبحان الله، تقول في طبقات ابن سعد، تقول: أخبرنا محمد بن عمر، حدثني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه: أدعوا لي أخي. قال: فدعي له علي، فقال: ادن مني. فدنوت منه فاستند إلي، فلم يزل مستندا، وإنه ليكلمني حتى أن إن بعض ريق النبي ليصيبني أو ليصيبني. ثم نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وثقل في حجري، فصحت: يا عباس أدركني فإني هالك. فجاء العباس، فكان جهدهما جميعا أن أضجعاه. ده الرواية دي موجودة في طبقات ابن سعد، يعني في روايات بتقول أنه آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله هو علي بن أبي طالب. ومن هو أفضل من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وهم يكذبون؟ اسمعوا الرواية دي. قال الإمام السجاد عليه السلام: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قبض رسول الله صلى الله عليه وآله ورأسه في حجر علي. وعن عائشة قالت: ولقد سالت نفس رسول الله صلى الله عليه وآله في كف علي فردها إلى فيه. هي عائشة تروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما استشهد وحينما مات سالت نفسه بيد علي. شرح الأخبار للقاضي النعماني المصدر بتاع الرواية دي. وفي كتاب البداية لابن كثير قال أبو يعلى: فانا يعني حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا أبو بكر بن عياش عن صدق عن جميع بن عمير أن أمه وخالته دخلتا على عائشة فقالتا: يا أم المؤمنين، أخبرينا عن علي. قالت: أي شيء تسألن عن رجل وضع يده من يد رسول الله موضعا فسالت نفسه في يده فمسح بها وجهه.
هي تقول انه اخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه واله هو علي بن ابي طالب. وقال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه واله وان راسه لعلى صدري، ولقد سالت نفسه في كفي فامررتها على وجهي، ولقد وليت غسله صلى الله عليه واله والملائكه اعواني. الروايه دي موجوده في كنز العمال الجزء السابع. طيب دلوقتي انتوا في محل تناقض دلوقتي، من كان رسول الله صلى الله عليه واله، بين صدري ونحر عائشه ام على صدر علي بن ابي طالب عليه السلام؟ يعني انتوا لما تقولوا انه رسول الله صلى الله عليه واله مات على صدر عائشه بين صدر عائشه ونحرها، دول انتوا بتصوروا انه رسول الله صلى الله عليه واله كان رجلا مشغوفا بالجنس ولحد اخر ثانيه من حياته والعياذ بالله وحاشا لرسول الله صلى الله عليه واله مات هو. يا اخوانا يا اخوانا ارحمونا، دي عائشه كانت امراه عندها مرض زي اقول يعني مرض انه هوس بالجنس والرضاع الكبير ومش عارف المباشره وهي في المحيض. يعني هي بتقول انا عاوز جنس في كل ثانيه، لو ما فيش جنس في رضاع ومش عارف حتى وانا في المحيض مرسو. يعني عائشه كانت امراه في منتهى الفحش والتفحش. والروايه دي موجوده في طبقات ابن سعد عن جابر بن عبد الله ان كعب الاحبار لعنه الله قدم زمن ابن عمر بن الخطاب لعنه الله، فقال: ونحن جلوس عنده يا امير المؤمنين، يقصد عمر، ما كان اخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه واله؟ فقال عمر: سل عليا. فقال: أين هو؟ قال: هو ذا. فسأله فقال: أسندته إلى صدري فوضع رأسه على منكبي وقال: الصلاة الصلاة. فقال كعب: كذلك عهد الأنبياء. يعني هو عمر بن الخطاب والصحابة كانوا يعرفوا من هو آخر الناس عهدا بالرسول الله صلى الله عليه وآله، مين اللي استنى معاه لآخر ثواني حياته. يقول علي بن ابي طالب: اسندته على صدري. عائشه عشان تعمل نفسها فضيله وتعمل نفسها ست كويسه فاخذت تروي انه لا، مات بين صدري ونحري. يا عمي اكاذيب عائشه والحاجات اللي انفردت بيها عائشه حاجات كتيره قوي، مش دي وبس. انا يا اخوانا بقول لكم على حاجه، احنا نفتح باب الاتصالات، ممكن اي فرد دلوقتي من مصر اسمع الكلام بتاعي، لو عاوز يتصل دلوقتي في اتصل ويتكلم، بامكانه اتصال مباشره على النمره دي، وبامكانه ايضا انه يتواصل من خلال خدمه الفايبر والايمو او خدمه الواتساب، يرسل فيديو من دقيقتين ويتصل ويتكلم معانا ويكلمني في المواضيع اللي بكلمه دلوقتي فيها. فانا مستني تليفوناتكم دلوقتي. اي فرد عنده اشكال على الكلام اللي بقوله دلوقتي خليه يسيب ماتش الكوره ويسيب التحليلات الرياضيه ويجي يكلمني، عشان دينه بقي على المحك دلوقتي، هو مش عارف هيعمل ايه. انتوا هتحلوا الدين بتاعكم ازاي؟ مشكله الدين بتاعكم ازاي؟ الديانه البكريه آيله للسقوط والانهيار. انا عاوز منكم حاجه يا اخوانا يا متصلين ويا مشاهدين، عاوز منكم انه تتركوا اكاذيب عائشه واراجيف عائشه وفجور عائشه وتتجهوا الى النبي العربي الامي محمد صلى الله عليه واله، وتتبعوه كما امركم. قال رسول الله صلى الله عليه واله: صلوا كما رايتموني اصلي. اتصلوا كده سابلين ايدي، مش مكتفين ايديكم كده. وتصلوا لما تصلوا تتوضوا قبلها، تفعلوا كما أمر في القرآن: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما تغسلوش رجليكم، ومش عارف تعملوا كده في ودانكم، مش عارف يغسل رقبته، حاجات غريبة حاجات غريبة يعني في الوضوء.
والوضوء حاجة بسيطة، وزي ما علم رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى أنهم قال الصحابة فيما بعد لقد ضيعنا كل ما قاله رسول الله، حتى الصلاة التي كنا نصليها كل يوم خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ضيعناها. كل واحد ابتدع فيها حاجة وكل واحد دخل فيها حاجة حتى ضاعت الصلاة. دلوقتي الصلاة بتاعتكم يا أخواننا صلاة بدعية، صلاة غلط. يعني لو فضلتوا على الصلاة بتاعتكم دي وتسبتوا الصلاة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله هتروحوا النار بكل صراحة، أقول لك يعني من غير زعل. عائشة ادعت حاجات كتيرة، بتقول إنه عائشة، بصي أنا هي أكتر من كذبة، كذبت عائشة. بتقول خديجة كانت امرأة عجوزة ولم تكن بكرا، اسمعوا الرواية دي. هي تقول عائشة، أنا قريت قبل شوية أنه عائشة كانت بتقول لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة بكرا غيري، هي الفرد الوحيد هي البكر كانت. فعائشة هي كانت تروي، دي في البخاري موجودة، عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها. رسول الله صلى الله عليه وآله كل مرة يطلع من بيت عائشة يذكر خديجة، يقول الله يا محلى أيامك يا خديجة، كنا عايشين وكويسين، دلوقتي لو تشوف الزفت اللي عايش، شوف الزفت عائشة دي الملعونة دي تعمل فيها إيه، قلة أدبها ووسختها والنكد بتاعها والقذارة بتاعتها، هي وأبوها واحدة مجرمة، أبوها كان متربي في دار دعارة، بس أمر ربنا نعمل إيه؟ فيقول رسول الله، هي تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوما من الأيام فأدركتني الغيرة فقلت هل كانت إلا عجوزا فقد أدلك الله خيرا منها. هي كانت إيه؟ واحدة عجوزة، والله جاب لك ربنا جاب لك أحسن منها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب. تقول عائشة إنه رسول الله صلى الله عليه وآله لما قلت أنا الكلمة الوسخة دي غضب، لو كان صدق لما غضب رسول الله صلى الله عليه وآله. بص ده أكتر من مرة تكذب عائشة، تكذب بكل وقاحة وقلة أدب. حادث المغافير والموضوع ده بتاع غيرتها من 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 رسول الله صلى الله عليه واله، وكذبت حينما اتهمت عرض رسول الله صلى الله عليه واله وقالت بان ابراهيم ليس له شبه من رسول الله صلى الله عليه واله، واصطفت مع اهل الافك، وكذبت في موضوع سحر النبي، يعني واحده كذابه مليون بالميه. اسمعوا، فقالت عائشة هل كانت، تقصد خديجة، إلا عجوزا فقد أدلك الله خيرا منها. فغضب، يعني تقصد رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى اهتز مقدم شعره، حتى اهتز مقدم شعره من شعره من الغضب، ثم قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي إذ كفر الناس، يعني أبوها، وصدقتني وكذبني الناس، يعني أبوها، وواستني في مالها إذ حرمني الناس، يعني أبوها، ورزقني الله منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء، يعني أنت يا عائشة. قالت عائشة فقلت في نفسي لا أذكرها بسيئة أبدا، يعني كل مرة كانت تذكر خديجة بسوء، الملعونة دي عائشة، الله يلعنك يا عائشة. بصوا أنا، تقول يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، هي أول من أسلم من النساء بعد علي بن أبي طالب هي خديجة، السيدة خديجة عليه السلام، في حين أبو بكر الملعون كان كافر وفضل كافر، وهي كانت كافرة كمان لحد ما ماتت، بقيت على نفاقها تبطن الكفر وتظهر الإسلام. طيب، وصدقتني وكذبني الناس،
السيدة خديجة عليه السلام صدقت برسول الله صلى الله عليه وآله وكذبه الناس، وواستني في مالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء. يا عائشة يا عاقر، يا مش فالحة تجيبي لي عيل، خديجة أحسن منك. الجزمة بتاعت خديجة، جزمة مين؟ التراب الذي تمشي عليه خديجة يسوى راسك وراس أبوك وراس أمك كمان. فقالت عائشة: فقلت في نفسي لا أذكرها بسيئة أبدا. رواه البخاري. راجعوا يا أخوانا الكلام اللي بقوله أنا، راجعوا أرجوكوا عشان تعرفوا أنا بقول كلام صحيح ولا كذب. يعني نفسي تراجعوا الكلام بتاعي يا أخوانا. عائشة تروي إيه كمان؟ تروي قضية الإفك. أنا قريتها امبارح وقلت إنه دلوقتي عندكم تناقض، روايات صحيحة، واحدة عائشة هي بتقول بنفسها إنه قضية الإفك نزلت فيها هي، واحدة لا فيها تفاصيل أكتر وأمور مبهمة كمان إنه قضية الإفك نزلت في ماريا القبطية. دلوقتي نصدق مين؟ نصدق مين يا إخوانا؟ ماريا عائشة الرواية اللي مدحها هي ولا لموضوع قضية الإفك؟ راجعوا وشوفوا المصادر وحتشوفوا حتعرفوا. عائشة تروي إنه في المسجد النبوي كان هناك رقص، هي الوحيدة اللي انفردت في الموضوع ده. الرواية دي موجودة في البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة قالت: رأيت النبي يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه فأقدر قدر الجارية الحديثة السن الحريصة. نعم، قالت عائشة، عفوا الرواية دي موجودة في البخاري ومسلم، قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وآله يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة، هي تشوف الـ 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 السود اللي من الحبشة يلعبون في المسجد. يلعبون يعني تقول، وفي بعض الروايات تقول وهن يزفن يعني رقصن يا جدع، وهن يزفن في المسجد. حتى بصوا يا عائشة يا ناس، عائشة بتقول إنه كان هناك رقص في مسجد النبي، وعمر بن الخطاب الذي هو طرد الموضوع ده. فعشان كده احنا لما نشوف الصوفية لما يجيبوا دف ويجيبوا طبلة ويجيبوا عود ويجيبوا كل الفجور في المساجد، تقول له ازاي تعمل كده يا عم؟ ده حرام، ده مسجد، مش 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 بار ولا شارع الهرم، احنا مسجد يا اخونا، انت تعمل ايه هنا؟ ده عاوز تعمل ايه؟ يقول لك عائشة هي بتقول أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينظر إلى الراقصين والراقصات في المسجد النبوي بتاعه، فيعني حلال. ما نجي شوية يعني ننبسط ونغني ونفرفش يعني شوية، هيقرأ إيه يعني؟ طيب لما تقول له ده الكلام حرام يا أخونا يقول لك لا، عائشة هي اللي روت. طيب لو من الأساس إحنا نفينا الموضوع ده، ما يقرأش أي حاجة، مش هيقرأ أي حاجة، مجرد تكذيب عائشة والإبقاء على سمعة رسول الله صلى الله عليه وآله عشان ما يكونش تناقض في الكلام. نستقبل أول اتصال، مين معنا؟ فوزي من المنصورة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فوزي. الله
انا بحبك قوي يا اخ سامي. الله يخليك. الو. ايوه سامعك. انا راجل سني الحمد لله، انا راجل سني الحمد لله، او انا مكتوب البطاقه انا سني. احنا ما بنحبش حد يشتم او يسب او يلعن امراه. الامراه ده اذا كانت سيده عائشه فهي ام المؤمنين، هي ام. انا ما بحبش يعني انت ممكن مثلا تلعن ام ابو بكر، هقول لك ماشي ماشيه، انما امراه يعني الام دي غاليه جدا. ارجوك احنا بنحبك وبنحب الاخوه الشيعه هنا في مصر، فارجوك بلاش لعن عائشه بالذات، سيده عائشه. في ضاحيه كامله في القاهره اسمها سيدة عائشة، ضحية سيدة عائشة. إن شاء الله هتتغير بالقريب العاجل عشان. يا أخي فاضل، يا أخي فاضل، يا أخي فاضل. أنا يعني مش عايز أفكرك إن كان في مرة كان في شيخ جليل، وهو من بلدنا على فكرة، من بلد اسمها غربيه تبع وفيق، الشيخ حسن شحاتة. الشيخ حسن شحاتة ده كان سني، وكان راجل جاي من الإمارات، وكان راجل تقي جدا. أول ما بقى شيعي وسب الصحابه وسب السيده عائشه اتسحل، وكان معزول المصريين، معزول نحن، احنا مش بنحب الحاجه دي، بس اتسحل علشان هو سب امراه وسب امه من امهات المسلمين. فارجوك ارجوك ارجوك حفاظا حتى على الشعب في مصر، حفاظا على الشعب في مصر، علشان ما يحصلهمش زي اللي حصل لحسن شحاته. وانا مش بهدد، انا والله العظيم بحبه، والله العظيم كمان مره بحبه. يعني ده يا فوزي ده تهديد منك يعني ولا ايه؟ انا بقول لك مش تهديد، انا قلت هدي. انا هدي ده يعني تهديد عشان ما يحصلش زي ما حصل للشهيد حسن شحاته. يعني ايه يعني هيحصل ايه؟ حتى حسن شحاته ده انا اعرفه، هو من بلدي، من بلد اسمه. طيب طيب يعني هو عمل ايه لما شتم عائشه؟ هو جرى ايه؟ جرى ايه؟ يعني لازم تقتلوه؟ لازم تقتلوه يعني؟ واحد لما يشتم امي يعمل له ايه؟ امي. وبعدين يا سيد الفاضل، لا 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 يا فوزي، يا فوزي نقطة 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 يا فوزي، نقطة 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 بس، نقطة بس، نقطة بس، لا لا نقطة بس حضرتك عشان أكلمك عشان أفهم عليك. يا سيد الفاضل اسمعني، هل لو شتمك شخص تقوم تقتله؟ لا بس ما بقى قانونا وشرعا وعرفا، هل الحاجه دي مسموحه ولا لا؟ لا لو شتمني وقال لي امك عاهره، امك عاهره، اشرب من دمه. تشرب من دمه وتقتله؟ ده طيب انما هو شتم بالشتم او دفع عن ذنب، ده قذف، ده بدي حاجه ثانيه، ده قذف. اسمع يا اخونا، ده قذف. لو قلت له انت، هو قال لك الكلام ده، اسمعني خليني اكمل كلامي. احنا ناس متشرعه وناس مسلمين الحمد لله. لما يقول لك امك عايره تقول له عندك دليل ولا لا؟ يقول لك ما عنديش دليل. توديه للحاكم الشرعي، اسمعني خليني اكمل كلامي ارجوك، توديه للحاكم الشرعي يجلد حد القذف. اسمعني، عايز تفهمني، عايز تفهمني ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعرف ان زوجاته عاهره وكان ساكت؟ ايه دوت يا اخونا؟ يا ابن عمي، اي رسول؟ يا ابن عمي، يا فوزي نحن نقول، يا فوزي اسمعني صلى الله عليه واله، نقول ان عائشه ارتكبت الفواحش بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه واله، مش في ايام حياته، كان طلعها واداها ولا يطلع بره. في رسول من الرسل مراته عملت كده؟ في رسول من الرسل او نبي من الانبياء امرأته عملت يا عم؟ مش انتوا تروا انه ابن سيدنا نوح عليه السلام لم يكن ابنه؟ مين اللي بيروي؟ انتوا يا عم اسمع 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 الايات بتقول ايه؟ اسمع 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 حينما قال اسمع 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 اسمع، انت بتقرا القران ولا لا؟ اسمع يا عم اسمعني، انت بتقرا القران ولا لا؟ الحمد لله. طيب هقرا لك ايات قرانيه واسمعني. ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. دي ازواج انبياء دلوقتي هم في نار جهنم، نعمل ايه يعني؟ يا سيدي الفاضل،
سيدنا نوح لما تزوج امراته كان قبل الرساله ولا كانت بعد الرساله؟ يا عم قبل ولا بعد هو نفس الحاجه، يعني قبل الرساله يكون حد وبعد الرساله هيكون حد تاني؟ ايه الكلام ده يا اخوانا؟ والانبياء لا، الانبياء يولدوا انبياء من الاساس. سيدنا علي كان، سيدنا علي اللي انتوا بتعملوه ده كان فين؟ يعني كان نايم على دماغه؟ ما كان يقول له يا عم انت بتتجوز واحده عاهره مالكش تتجوز؟ اه عمل لها حل، عمل لها حل، جعلها في الاقامه الجبريه في بيتها، وقبل ما يجعلها في الاقامه الجبريه اتت بجيوش، بجيوش من اجل احتلال، من اجل قتل علي بن ابي طالب عليه السلام. انا اتحلت زي ما اتحلى حصل في حياتك، انتوا مش هتشوفوا كده. وانت دلوقتي بتطلق المصريين مره تانيه بتهددوا بالقتل، مره تانيه بتهدد بالقتل، ما بلاش قتل يا فوزي، ما تهدوا وتلعنوا الشيطان، ما تكونوا زي الامم المتحضره المحترمه يا راجل، خاف ربنا شويه، بلاش بالتهديد المبطن ده يا فوزي، ما تخاف ربنا. كل مرة هيجرى لك زي ما جرى حسن شحاتة، أنا نفسي يجرى لي زي ما جرى الشيخ حسن شحاتة، دي الشهادة، والشهادة بطولة وفخر لينا. تسمع يا فوزي؟ نعم يا فوزي، أنا ما بخافش من اللي هيجرى لي لو قلت الكلام ده. هيكون إيه أكتر من القتل؟ هيكون إيه أكتر من القتل؟ طيب ده يدل على إنه أنتم، اسمعني يا فوزي، ده يدل على إنه أنتم ما عندكمش حجة غير القتل والذبح. زي داعش بالظبط. حجة قوية لما تقول إن الرسول ديوث والرسول ما بيعرفش يفرق بين الأديان. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أنا ما قلتش الكلام ده. اسمع ما تقرأ القرآن، اسمع 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 اسمع. اسمع هقرأ لك قرآن ممكن تهتدي، اسمعني. اسمعني اسمعني اسمعني، سوي له ميوت. اسمع اسمع اعمل يقول ربنا عز وجل في محكم كتابه: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرة. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، يعني فيه ستات أحسن من عائشة وحفصة حسب ما يقول القرآن. كذب القرآن؟ تعترض على كلام ربنا ولا إيه؟ اسمع: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. إيه رأيك بالكلام ده يا فوزي؟ سامعني يا فوزي؟ إحنا بنعمله سيدنا عمر، عايز تشتم فيه يا عم عمر مين؟ أنا أقرأ لك القرآن يا فوزي. قرآن مين ده؟ قرآنك أنت. مش قرآن مين؟ قرآنك أنت. وأنت مسلم ولا مش مسلم؟ أنت عندك قرآن تاني؟ السيدة عائشة والسيدة حفصة يا فوزي، يا فوزي من عنك وغيرك من عن اللي خلفوك، السيدة عائشة تجعل المصريين كلهم، ايه رأيك؟ احنا في فوزي يا فوزي، اسمعني يا فوزي يا حبيبي يا فوزي، اشكرك على اتصالك. اسمعني يا فوزي، بص انا لما اقول لك اقرا لك قرآن، اقرا لك انا دلوقتي ارى من القران الذي هو موجود من الجلد الى الجلد الذي موجود عند كل المسلمين، ما عنديش قران ثاني ولا ثالث ولا الرابع ولا عندي قراني انا وقرانك انت، لا قران واحد. ومن يقول بتحريف القران هي عائشه، ومن يقول بنقصان القران هي عائشه. اسمع، ربنا يقول في القران في سوره التحريم الايه أربعة بترقيمكم أنتوا، خمسة بترقيمنا إحنا، في فرق، إحنا عشان بسم الله الرحمن الرحيم عندنا آية، فاهم عليا؟ زي سورة الحمد بسم الله الرحمن الرحيم آية، آية بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم واحد، فالسور كلها بسم الله الرحمن الرحيم تعتبر آية. عشان كده في سورة التوبة لا تجد بسم الله، لا توجد بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع، يقول ربنا عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. أقول لك على حاجة يا فوزي، اسمع، لو كان مثلا مثال بسيط هجيب لك عشان تفهم، في بعض الأمور تفهم من خلال نقيضها في الفهم يعني. ف
فمثلا لما اقول لك يا فوزي انت عندك صنايعي ده، يقول لي اه، اقول له تسيبه خليه يروح لبيته وانا هجيب لك احسن منه، هجيب لك احسن منه، اجيب لك واحد امين يعني ده حرامي، ذكي يعني ده غبي، وفاهم يعني ده مش فاهم ولا حاجه، واقول لك كمان شاطر في الشغل بتاعه يعني ده مش شاطر، وعارف هو يعمل ايه يعني ده مش عارف ولا حاجه، فاهم عليا؟ فربنا لما يقول خيرا من كن مسلمات يعني عائشة وحفصة مش مسلمات، مؤمنات يعني عائشة وحفصة مش مؤمنات، قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار، يعني كل الصفات الإيجابية الموجودة في الآيات دي مش موجودة في عائشة وحفصة. عندنا اتصال، مين معانا؟ إسراء من المنصورة، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. الشيخ معين؟ نعم، انت على الهواء. الو يا إسراء، انت على الهواء، تفضلي. ممكن اقول لك حاجه؟ تفضلي يا إسراء. عايز اقول لك لعنة الله عليك. طيب ليه؟ بس ليه انت؟ ليه لان السيدة عائشة اطهر منك ومن امثالك. طيب انا اقول لك على حاجه يا إسراء، باعتبار عائشة اسمعيني يا إسراء، اسمعيني، عائشة بتقول إنه النبي كان يجامعها وهي في الحيض، إيه رأيك في الكلام ده؟ عائشة بتقول إنه هي كانت تغتسل أمام الرجال، هجيب لكم الرواية. اسمعوا. صحيح البخاري، اسمعوا يا، ايه رايك يا إسراء يا فوزي بالموضوع ده؟ تقبلوا انه مثلا واحده ست تعلم الرجال غسل الجنابه؟ وازاي؟ مش بالوصف، لا، تقول له تعال عندي للبيت وجيب معاك حد تاني عشان اغتسل امامكما غسل الجنابه. اسمعوا. حدثنا عن فلان عن ابو بكر بن حفص قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشه على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. إيه رأيك يا أختي في الكلام ده؟ طيب ده مش مفيهوش تفاصيل، التفاصيل موجودة في 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 مو في محل تاني، والتفاصيل غريبة يعني. تقول انه عائشه موجوده في اكتر مصدر، والله نفسي انا اراها بس في اتصالات كتير قوي دلوقتي. تقول انه عائشه كانت من وراء حجاب وخلعت ملابسها، وكان اخوها من الرضاعه وراء الحجاب معاها والتاني وخلف الحجاب، فهي تضع على راسها ماء فهو يبص يقول ده اغتسلت من راسها لرقبتها، فهي تقول صادق، فهو يبص كده على عائشه ثم تغتسل وتفيض على جسدها مرة تانية ويقول لها اغتسلت من الحتة دي للحتة دي، وتقول صادق، وتقول ايه ده يا عائشة؟ تسمحوا يا اخوانا واحدة ست مثلا مرات امام الجامع بتاعكم اللي تصلوا وراه كل يوم تقول لكم تعالوا اعلمكم غسل الجنابة في بيتي وخلي عندي، يا عم مين معانا؟ محمد من الشرقية، السلام عليكم يا محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أخوك الحمد لله متشيع من سنة 80. ما شاء الله. محمد أنا وطع صوت التلفزيون الأول وكلمني. ماشي. كده كويس؟ أه وطع صوت التلفزيون خالص، كويس. اسمعني، أيوه تفضل. ماشي. أنا كنت تشيعت سنة 80 والحمد لله استمريت في التشيع، وسنة 96 اعتقلت. معايا؟ ايوه سامعك، ايوه سامعك. اعتقلت مع الشيخ حسن شحاته. نعم. وكنت في الزقازيق، وكان معايا في الزنزانه اللي في الزقازيق كان معايا الشيخ ابراهيم اخو الشيخ حسن شحاته. نعم. وبعدين رحلونا على القاهرة.
نعم معايا؟ ايوه سامعك. ايوه رحلونا على السجن الكبير في القاهره، وكانت تهمتنا حب اهل البيت. لا اله الا الله. مضمون الكلام، احنا تداولنا كتير، وكان الشيخ حسن شحاته في زنزانه جنبنا مباشره، بس كان في زنزانه منفرد، يعني كان في زنزانه منفرده يعني فيها هو لوحده، واحنا كنا حوالي 14 واحد في زنزانه واحده. وكان الشيخ حسن شحاته في الزنزانه بتاعته حوالي يعني عرضها حوالي متر في حوالي 3 متر، وفيها دوره ميه مكشوفه. نعم. ماشي. عذبنا عذاب شديد في السجون. معايا؟ ايوه سامعك. عذبنا عذاب عذبنا عذاب شديد في السجون، واحنا لما طلعنا من السجن حاولنا نصلح اخطائنا. ليه؟ احنا قرانا لابن ابي الحديد النثر بتاع سيدنا علي، فما لقيناش لسيدنا علي اي سبه واحده، ولا لقينا ليه اي شتمه واحده. معايا؟ ايوه. فاحنا في الوقت دوت قلنا اهل البيت ما كانوش بيشتموا ولا بيسبوا، وبعدين هنكره فينا الناس وهنكره في الناس في التشيع. معايا؟ ايوه ايوه سامعك. ايوه طيب يا محمد، ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. من هو الامام الثامن للشيعة؟ الامام جعفر الامام موسى موسى بن سيدنا جعفر الصادق. الامام الثامن. الثامن سيدنا موسى، سيدنا موسى الكاظم. طيب الإمام الثامن. طيب علي بن موسى الرضا مدفون فين يا محمد؟ سيدنا علي بن موسى الرضا دفن في مشهد في إيران. طيب يا محمد، أنا عاوز أسألك سؤال، هل قرأت نهج البلاغة؟ الحمد لله قرأنا شكوى سيدنا علي من معاوية بن أبو سفيان ومن عائشة ومن أبو بكر. طيب. ومن عمر. طيب وشكواش هل قرأت هذه الرواية التي يقول فيها علي بن أبي طالب إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه؟ محمد معلش، أنا بقول لحضرتك أنا قرأت بعد ما طلعنا من السجن على طول. اسمعني يا محمد، أنت قلت لي أنت قرأت شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي. نعم. أيوه. ابن ابي الحديد المعتزلي، اسمعني اسمعني، ابن ابي الحديد المعتزلي يشرح العباره ديت، الى ان قام ثالث القوم يقصد عثمان نافجا حضنيه، يعني فتح رجليه بين نثيله ومعتلفه. النثيل يعني ايه؟ يعني الغائط، يعني المدفوع، يعني اترجمه ازاي؟ طيب مش هقول. طيب ومعتلفه يعني زي البهيمه بين الروت بتاعها والعلف. وقال ابن ابي الحديد المعتزلي وهذا من امض الذم، دي شتيمه من اشد الشتائم. لما تقول لواحد انت عامل، اسمعني يا محمد، لما تقول لفرد، لما تقول لفرد اللهم صل على محمد وعلى محمد، لما تقول لفرد انت قاعد بين علفك والروت بتاعك. طب انت عايز تتكلم لوحدك ولا اتكلم؟ لا لا انا شو، بص انا خليتك تتكلم، انا دلوقتي انا عاوز اتكلم يعني لو سمحت. طيب الحاجه الثانيه، الروايات الموجوده عن الائمه الاطهار في موضوع السب والشتم واللعن اهل الضلاله، يقول رسول الله صلى الله عليه واله: اذا رايتم اهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءه منهم واكثروا من سبهم. طيب نعمل ايه؟ طيب ايه رايك في الائمه لما كان يخش عليهم واحد سني وواحد شيعي وكان يسالوهم، فكان يفتيهم، كان يفتي السني بفتوى وكان يفتي الشيعه بفتوى تقيه. اخد بال حضرتك، احنا حاليا بنستعمل التقيه حتى لا يفعلوا بما، حتى لا يفعل الجواحش الفواحش في سوريا وذبحوا للشيعه. احنا عايزين نستعمل التقيه يا امين. طيب فهمني؟ بس الروايات دي موجوده في كتبنا، بتأمر
بيسب ولعن اهل الضلاله، دي حاجه. الحاجه الثانيه التقيه اللي بتقول عنها يا اخونا، كل فرد هو والزمن والمكان، الزمان والمكان بتاعه هو يعني التقيه يشوفها. يعني لو كان هو في محل دلوقتي لو لم يعمل بالتقيه ممكن يبطش به ويقتل وسوف يكون ثلمة في الإسلام. طيب لو كان لا زي يعني الشيخ حسن شحاتة دلوقتي جهر بعقيدته وصرح بما قال حتى قتل، وما الذي جرى بعدما قتل؟ انتشر التشيع أكتر وأكتر في مصر، وأنا شفت متشيعين مصريين في مصر وخارج مصر قالوا لي إن التشيع انتشر كثيرا بعد شهادة الشهيد حسن شحاتة الذي كان يجهر بالبراءة من أبو بكر وعمر وعائشة. بتقية شهيدة يا حبيب قلبي يا عزيزي، احنا عايشين في عذاب بنتعذب فيه واحنا عايشين في وسط اهالينا. الله يكون في عونك. احنا بنعامل ناس ليس لهم عقول، فلازم نستعمل معاهم التقية. طيب بس يا اخونا كل فرد يشوف المكان بتاعه والزمان هو الذي يستعمل فيه التقية. انا عارف مصريين كتير قوي يستخدموا التقية. طيب انت في محلك تستعمل تقية، بس أنا ليه تأمرني بالتقية أنه أعمل بالتقية؟ تأمرني ليه؟ والتقية رخصة وليست عزيمة. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لولا جهرك بسب الناس اللي هم آذوا رسول الله وآذوا أهل بيته، ما كان دخل الجواحش الفواحش وذبحوا الشيعة في قلب سوريا. طيب أنا أسألك سؤال يا محمد، تسمح؟ اتفضل. ايوه دلوقتي ايه رايك في ابو بكر وعمر وعائشه؟ لا اله الا الله، لا جدال ان احنا كلنا متفقين. طيب بينك كده شيعه، مش حدش محدش عارفك، مجرد محمد من الشرقيه، في 600,000 محمد من الشرقيه. كان بيوضح الصوره للناس عشان طيب الناس هم ظالمين ولا مش ظالمين؟ ظلموا رسول الله صلى الله عليه واله ولا لا؟ هم ظلموهم ظلم شديد. طيب دي كفايه احنا متفقين. لما تقول ظالم والظالم محله هيكون النار. طيب لو يكون النهار دلوقتي تكفروا، طيب يعني دي كفايه تقيت مين؟ وثانيا اقول لك على حاجه يا محمد، اديني فرصه اتكلم. اي اتفضل. عشان اضمن حياه الناس اللي الضعاف الابرياء. اتفضل حضرتك. لو احنا رحنا في الهند ورحنا مسكنا بقره ورحنا ذابحينها قدام الناس اللي بيعبدوها، هيعملوا فينا ايه؟ هيقطعونا حتت حتت زي ما عملوا بالمسلمين المساكين. الوضع اللي احنا فيه ناس بتعبد ابو بكر وعمر. معايا؟ ناس بتعبدهم، لو احنا جينا جرحنا فيهم هيذبحونا ويقطعونا حتت. ناس مالهمش عقول. طيب لكن بس دلوقتي في قانون، في دولة محترمة دلوقتي مصر فيها قانون، هيذبحوك عشان شتمت عمر؟ ما كناش سجننا، ما كناش سجننا وعذبنا. انت قلت لي من الاول انت اتعذبت واتسجنت عشان حبك لآل بيت النبي، مش عشان شتمت ابو بكر وعائشة. طيب ما احنا كنا اول ما عرفنا من اهل البيت ان احنا ان هم عذبوا وشردوا وقتلوا بايد الناس ديت، كرهناهم وبدانا نشكي من انفعال مننا شديد. فالشتيمه دي كانت هتسبب. طيب انا اقول لك على حاجه، انت لو تكره ابو بكر وعمر وتقول لجارك انا بكره ابو بكر وعمر هيعمل فيك ايه؟ ده مش بعيد يذبحني. طيب انت دلوقتي بتقول انت تكره ابو بكر وعمر، نعمل لك ايه يعني؟ نعمل ايه يعني؟ هي ايه هيفرق لو قلت انا اكره ابو بكر عمر، لو قلت اللهم العن ابو بكر عمر، ايه هتفرق يعني؟ هو انا مقتول ما تسيبني اقول العنه واقول فضايحه كمان. كريمة بتقول اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طيب واحنا اللاعنون عنهم فيما بيننا وبين بعضنا. طيب دلوقتي انت لعنتهم على الهوا والملايين من المصريين شافوك. ايه؟ انت دلوقتي لعنتهم على الهوا وملايين المصريين شافوك وعرفوا ان الشيعه في مصر يلعنوا ابو بكر وعمر ويكرهوهم كمان. ما انت اللي خليتني اتكلم اهوت. يا عم ما كنت تعمل بالتقيه وتقعد في بيتك وما تكلمنيش خالص يعني. انا متابعك من زمان جدا ولحسيت ان انت بتطفش الناس من التشيع، صدقني والله. بس انا بشوف العكس.
انت تشوف، انت تشوف النص الفاضي من الكوبايه وانا اشوف النص الممتلي. انا اقول لك على حاجه، انا في ناس عم تتشيع وتغير، في ناس اتصلوا فيا في البرنامج ده وقالوا لي انا لما سمعتك في البدايه اتصدمت، بعدين لا لما قريت وشفت لا الكلام بتقوله كله صح، انا على الطريق للتشيع. وفي عشرات الناس تواصلوا معنا في هيئه خدام المهدي عليه السلام وقالوا لنا هذا الكلام. يا سيدي يا مؤمن، انا بقول لك التقيه تكون فيما بيننا وبين الناس. يعني احنا من نلعنهم فقط بدون سب وبدون شتم زي ما امرنا الله سبحانه وتعالى. بس الامام الصادق عليه السلام قال ان للتقيه مواضع، من اخرجها عن مواضعها مضمون كلامه لم تستقم له. يا عزيز قلبي، التقية تتاخد في وقت الضعف. انت مش بتديني فرصة ان انا اتكلم. اتفضل. دلوقتي احنا ما نستعمل التقية وننشر كلام اهل البيت الاطهار بطريقة بنفس الطريقة اللي هم جم بيها، هنحبب الناس لاهل البيت، هنعرفهم مين اعدائهم. لكن لما ناخد العمليه شد وستم واللي واللي واللي، هنكره الناس في دخول الناس للتشيع والحب اهل البيت. فاحنا عايزين نغير الصوره دي، وده مش غلط. بقول لحضرتك احنا لما خرجنا من السجن حبينا نصحح الوضع اللي احنا كنا فيه. والحمد لله من يوم ما خرجنا لحد النهارده عايشين في تقيه ومنزويين، بحيث ان احنا ما ننطقش بالتشيع، لان احنا في وسط ناس جهله لا يعلموا عن اهل البيت اي شيء. اي شيء لا يعلموا عنهم اي شيء، لان الكتب هنا غاليه وما حدش يعرف يوصل اليها عشان يقراها. دي حاجه. حاجه ثانيه، معاويه بن ابو سفيان قال والله اقسم بالله لأشيبن عليها الصغير ولأهرمن عليها الكبير. يعني الدين اللي بدله بدين محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام، قال إن هو هيثبته في قلوب الناس، لدرجة إن الناس هنا في مصر بيعبدوا الاثنين، زائد إن هم يوم عاشوراء وفي التاسعاء والعاشوراء بتبقى احتفالات شديدة. الناس ما تعرفش حاجة خالص، اللي جاء بيه معاوية بن سفيان هو اللي بينفذ إلى اليوم. الناس بتصوم تاسعاء وعاشوراء في مصر. طيب احنا نعمل عايزين نعمل ايه احنا دلوقتي؟ احنا نوجههم الى الصح، نعرفهم ازاي الحقيقة. يعني ازاي؟ سب وشتم هينفروا مننا ازاي؟ ممكن تنصحني دلوقتي؟ في اكتر من 300 قناة شيعية بتقول تعمل بالكلام اللي بتقوله انت دلوقتي، عملوا ايه؟ يبقى الشتم والسب عمل ايه غير ان هو ذبح المؤمنين؟ لا ما ذبحش ولا حاجة. لا في ناس تتصل وتتشيع. واقول لك على حاجه يا محمد، المعلومه بتاعتك غلط. القتل بالشيعه كان من 1400 سنه لحد دلوقتي. اقول لك على حاجه، الدواعش الجواحش لما قتلوا الناس في سوريا وقبليها في العراق، قتلوا الشيعه عشان يشتموا ابو بكر وعمر ولا قتلوا الشيعه عشان هم الشيعه؟ طيب في الزمن دوت، اقول لك على حاجه، من 2003 لحد ما ظهرت قناتي فدك وصوت العتره في 2012 كان قتل للشيعه ممنهج وتفخيخ وتفجير وارهاب فقط لانهم شيعه، لم يشتم احدا منهم ابو بكر، ولم تظهر قناه فدك، ولا حد كان عارف الشيخ ياسر الحبيب ولا اي حاجه، مجرد شخص شتم عائشه واتسجن في السجن، طيب وبعدين طلع من السجن بمعجزه والحمد لله. طيب احنا دلوقتي مدبوحين مدبوحين، انا لو شتمت عائشه او ما شتمتش عائشه هتذبح. واقول لك على حاجه، انت ما دام بتقول بالتقيه والتقيه، يا عمي ما تعملوا بالتقيه مع دلوقتي مثلا، يعني زي ما تقول دلوقتي ايران بتقول التقيه التقيه واحنا وحده اسلاميه ومن الكلام البتنجاني ده. طيب دلوقتي دلوقتي برضه انتوا بتشتموا السيد حيدر، وده راجل عالم حيدر مين؟ راجل محترم. تشتموا السيد احمد الشيخ احمد الوائلي. طيب احنا مش عايزين، طب انا سيدنا رسول الله بيقول ليس منا السباب ولا الهماز ولا الشتام، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم شتم ولعن. لا ما شتم يا عمي. اسمع 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 يا اخونا، اسمع اسمع، وكان يحب الشتامين. اسمع اسمع اسمع، انت حسام بن ثابت تعرفه ولا لا؟ مين؟ حسان بن ثابت.
معلش ذكرني بيه. حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه واله. نعم نعم. أنا كان يقول له رسول الله صلى الله عليه واله: اهجوهم فانه امض عليهم من 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 حد السيف، اهجوا قريشا. وكان اصل هو الاعتراض من الكفار على رسول الله صلى الله عليه واله، وكان ايه؟ كان يشتم الهتهم وكان يسبهم. اسمع حسان بن ثابت يقول ايه؟ اسمعني يا محمد، اسمعني 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 اسمعني. لما جه الحاكم يا محمد، يا محمد خليني اكمل كلامي ارجوك يا محمد، اسمعني. بص اسمع اللي حسان بن ثابت بيقول ايه. يقول: على ما قام يشتمني لئيم كغنزير تمرغ في رمادي، فاشهد ان امك بغيا وان اباك من شر العباد. ايه ده؟ طب ايه المانع، احنا ايه المانع ان احنا ناخد وقت يعني معقول ان احنا نستعمل تقيه حتى الافراد الضعفاء المستضعفين في الامصار الاسلاميه يعني يتقوى وينتشر حب يا اخونا يا محمد، يا محمد يا محمد، انت استعمل التقيه لنفسك، انت بتخاف استعمل التقيه، ما تسيب الشجاع يعمل شغله يا اخونا ويشيع الناس، وافضل من زوج كده في بيتك وما تعرفش اي فرد شيعي وخايف كده. انا لا ما اعملش بالتقيه، انا اقول انا شيعي وابن شيعي ولعنه الله على ابو بكر وعمر وبالدليل، ولعن عائشه كمان بالدليل، ولعنهم بين الناس، والناس عم تتشيع، في الوف عم يتشيعوا ويتصلوا بينا ويقولوا احنا تشيعنا بسبب منهاج السب واللعن ده بتاعكم. اعمل لك ايه يا محمد؟ يا محمد اختصر عشان في متصلين كتير قوي ارجوك. يعني عايزني اقفل يعني ولا ايه؟ يعني انا عاوزك تختصر، احنا فهمنا الموضوع بتاعك وتناقشنا كتير قوي، ففي متصلين هيعترضوا يقولوا انت طولت مع محمد ليه؟ انا قلت لك نعم انت اللي اتكلم، انا ما اتكلمتش خالص، انت ما بتدينيش فرصه ان انا اوصل صوتي. والله اعطيتك فرصه اكتر من يعني من غيرك. طيب يعني ان انا طيب صوتي. انا هديك فرصه 30 ثانيه اتفضل قول. انا مستغني عنهم بس انا بانصح عشان الناس الغلابه اللي موجودين في التشيع الحديث واللي هم مستضعفين في الارض ما يتعذبوش. ارجوك ارجوك ارجوك. اشكرك على نصيحتك. السمعه دلوقتي بتقول ان الشيعه بيشتموا. طيب اشكرك على نصيحتك، اشكرك جدا، شكرا جزيلا يا محمد. بص يا محمد، انا اوجه لك رساله، انت وغيرك يعني من الناس اللي خايفين على نفسهم، انت ما دام خايف انا هعمل لك ايه يعني؟ انت خايف من كل حاجه، خايف من جارك، خايف من ابنك، خايف من اخوك، خايف لتضطهد، وانت وقعت في مرحله مريره واتسجنت وتبهدلت وتعذبت ومش عاوز ترجع للبهدله مره تانيه، فممكن اثرت على نفسيتك. بس انا عارف شيعه كتير في مصر دلوقتي عايشين ويجهروا بتشيعهم ويجهروا وما عندهمش مانع انه يجهروا بالبراءه من ابو بكر وعمر، أو يعملوا بالتقييم في حدود معينة. بس المعروف إن الشيعة يلعنوا أبو بكر وعمر، هم ما دام عرفوا إنه أنت شيعي يعني هتكون مشكلة. طيب أنت لو كنت في محل في مشاكل يعني وفي وهابية تعمل بالتقية عشان حفاظا على نفسك. لو ما وزي ما قلت لك التقية هي 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 رخصة وليست عزيمة. زي ما أقول لك إزاي يعني، زي ما يقول الأذان دلوقتي. الأذان هو بإمكانك تؤذن ثم تقيم ثم تصلي، دي رخصة. طيب أو مثال أفضل، جواب السلام، لو في 10 نفر قاعدين في حتة واحدة فيخش فرد واحد فيقول السلام عليكم، دلوقتي أنت لو فرد واحد رد عليه السلام انتهى الواجب، بس أنت دلوقتي مرخوص برد السلام، ممكن ما تردش السلام، فاهم عليا؟ فدي رخصة مش عزيمة، يعني مش زي الصلاة، الصلاة واجبة، يجب عليك أن تصلي. صيام شهر رمضان واجب، يجب عليك أن تصوم إن كنت صحيح البدن. طيب أيضا التقية، التقية في مواضع معينة تجب التقية وفي مواضع أخرى لا تجب التقية. طيب أنت لو كنت خايف، أنت بتشوف عم بتشوف نفسك لا في حتة يعني ممكن فيها خطر عليك وأنت خايف ومش لو تقتلت مش هتأثر أي حاجة، طيب اعمل بالتقية. نعمل لك ايه؟ لو لا
اجهر بالبراء من ابو بكر وعمر، والناس عارفين كلهم انه الشيعه لو الشيعه يكرهوا ابو بكر وعمر، ما فيش شيعي ما يكرهش ابو بكر وعمر. مين معانا؟ محمود من البحر الاحمر، السلام عليكم. السلام عليكم يا حجي فايز. اهلا وسهلا. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. وعجل فرجهم والعن اعدائهم. انا هقول لو سمحت لي يا استاذ فايز في سوره العنكبوت الايه رقم 2 هي على ترقيمهم، الايه رقم 3 بؤن الله على ترتيبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فتنة عائشة كذبها على رسول الله وعلى الأحاديث التي كذبت بها على رسول الله. يا مصريين هي دي الفتنة، هي دي الفتنة. لأن الله يقول سبحانه وتعالى فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وربنا يهدينا جميعا إلى أهل البيت، والله ما إلنا غيرهم، ما لينا غيرهم يا ناس. هم الصدق، هم الصادقين. الإمام علي كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله الحق مع علي يدور الحق حيثما دار. يلا أشكرك جدا. ما قالش على حد ثاني من أصحابه يدور الحق معه حيث مدار، لا قال يدور الحق مع عليا حيث مدار. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. والأخ اللي خايف من القتل ده اللي هو بتاع الشرقية، يا عم القتل في سبيل حب آل محمد كرامة. أحسنت أحسنت. كرامة ما بعدها كرامة. يلا واحنا مستنيين يا رب، مستنيين الشهاده باذن الله. باذن الله ادعوا لنا الشهاده، ادعوا لنا نستشهد في سبيل الله، في احسن من الشهاده؟ شكرا يا حاج فايز. اشكرك جدا، اشكرك جدا يا محمود. فنرجع لموضوعنا ده. الاخ محمد اللي اتصل من الشرقيه بصراحه الكلام اللي قاله هو بسبب ما رآه من جهل وإجرام من الزمرة البكرية. يعني بالفعل هي زمرة مجرمة. عشان أنا أكرر مرة تانية، هو يقول ما تشتم عائشة ليه وإزاي وبتقول كده ليه؟ عائشة هي أسست الإجرام. عائشة هي أول من تسبب بحرب أهلية بين المسلمين، حرب الجمل. عائشة بص اسمعوا عائشة عملت إيه. عائشة دخلت على البصرة واستولت على بيت مال البصرة، وكان والي البصرة رجلا مولى من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، دلوقتي أنا ناسي اسمه إيه. فكان هذا الرجل في بيت مال البصرة فأمسكوه فأرادوا أن يقتلوه. يعني كانوا عايزين يقتلوه يذبحوه. هم قتلوا السبابجة اللي كانوا يحرسون بيت مال البصرة، قتلوهم صبرا، ذبحوهم زي الخراف، ذبحوهم فرد فرد بأمر من عائشة أم البلطجية. فأتوا بوالي البصرة عشان يذبحوه، فقالوا لها احذري، ده عنده أخ في المدينة المنورة لو علم ده الذبح هيذبحكم. فهي قالت طيب انتفوه، أو زي ما بتقول انفخوه. فنتفوا لحيته وشواربه وشعر رأسه وأشفار عينه وحواجبه، كل شعر رأسه نتفوه، نتف تعذيب، وضربوه ضربا مبرحا وأخرجوه من البصرة.
فقال رجع إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال خرجت من عندك ملتحيا فرجعت إليك أمرد وأنا أمرد. نتف كل شعر وشه، يعني إرهاب وإرعاب وإجرام. عائشة الست دي يا أخوانا والله العظيم سبب كل مشاكل المسلمين دلوقتي. لا أقول لك على حاجة، أنتوا تروا أنه النبي صلى الله عليه وآله كان يعذب الناس، ويقول الإمام الصادق عليه السلام ما استحل الولاة التعذيب إلا بعد كذبة كذبها مالك بن أنس، حينما قال بأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمسك بإثنين وأمر بسمل أعينهم، يعني اقتلاع العيون بتاعتهم، طلع عيونهم وحشوها بالنار والحديد، وصلبوهم في 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 البقيع او في مش عارف في حته صلبوهم بالشمس لحد ما حرقتهم الشمس الهجير والحراره الشمس وماتوا بسبب الجفاف. ده تعذيب. فاستحل الولاة التعذيب بعد ما سمعوا الروايه الكاذبه ديت. يعني الديانه البكريه وداعش والاجرام اللي يجرى ده بسبب ابو بكر وعائشه وابو هريره ومالك بن انس و و و و والمجرمين اللي كانوا حوالين النبي صلى الله عليه واله المنافقين، من امثالهم عائشه. عائشه الملعونه دي، نرجع لموضوعنا عائشه. عائشه الله يلعنها قلت لكم انفردت في مواضيع بمواضيع كتيره قوي زي ما قلت لكم امبارح. انفردت في موضوع رضاع الكبير ونقصان القران. عائشة بتقول إيه؟ بتقول القرآن ناقص، يعني كذبتين في كذبة واحدة، تخيلوا. تقول لك عن عائشة دي في صحيح مسلم، عنده باب رضاع الكبير. يا مسلمين، عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن. دلوقتي كان فيما يقرأ من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، رضاع الكبير. طيب الآية دي فين؟ طيب ثم نسخت في سورة تانية ولا نفس السورة ولا سورة الرضاع الكبير عندنا ولا ايه بالضبط؟ فاهمين يا عائشة؟ فهي ما تقولش لا، فتقول ده توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن. طيب الصحابة العدول الفاهمين اللي ما فيش احسن منهم، هل قرأوا القرآن؟ هل وعوه؟ هل حفظوا القرآن؟ اي مسلم يقول لك القرآن منزه و طيب عائشة تقول فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وآيات الرضاع الكبير كانت موجودة في القرآن، نعمل إيه دلوقتي؟ يا إما صحيح مسلم كذاب، يا إما عائشة بنت 60 ملعون، يا إما نعمل إيه يعني؟ يعني ما عندكمش أي خيار تاني، يعني أو القرآن ناقص. ادوني أي خيار تالت أو رابع غير المواضيع دي. لا، في روايات بتقول كمان تقول عائشة حتى أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض الناس يقرأ 5 رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكون عفوا ده من كتاب الصنعاني مش رواية عائشة. بس عائشة كانت تقول بأنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. طيب الآيات دي فين يا عائشة؟ أكتر من مصدر يروي أنه عائشة كانت تقول برضاع الكبير وأنه القرآن ناقص، وهي الوحيدة التي انفردت في موضوع نقصان القرآن. طيب
عائشة كانت انفردت أيضا في موضوع الإحرام بالثوب المعصفر. الثوب المعصفر يعني الثوب الملون باللون زي لون الزعفران، لما الزعفران تخلوه في مية كده هيكون لون المية ازاي يعني، فلما تخلوها على القماش الأبيض هيكون لونه ايه. فكانت عائشة كانت ترتدي الأسوار والذهب و و و وتروح للحج وتحرم باللباس ده وتلبي بأعلى صوتها عشان تسمع الرجال، أنا عايش اسمعوني، أي واحد عنده سؤال حول غسل الجنابة ورضاعة الكبير أنا بالخدمة يعني موجودة. فعائشة انفردت في الموضوع ده. عندنا اتصال، مين معايا؟ أحمد شريف من قنا. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا أستاذ فايز؟ الله يخليك، تفضل. أنا عملت حضرتك عدة مداخلات قبل كده، بس حاليا يعني بطلب من إدارة القناة إن هي تعمل تطوير شوية في موضوع صوت العتم اللي هو في الميكروفون مصر، يعني الحديث عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وأحداث آخر الزمان والحاجات المرتبطة بالعلامات الكونية والحاجات دي، يعني يا ريت يبقى في تطوير شوية في البرنامج شوية، يعني بجوار حديثك عن عائشة وحفصة والناس اللي هم الملعونين دول يعني. إن شاء الله. عندك سؤال تاني؟ لا بس إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشكرك جدا. شكراً. أشكرك جدا على اتصالك. طيب، عائشة انفردت أيضا في غير الإحرام بالثوب المعصفر، وكل الأئمة طبعا يحرموا، يعني فيها واحدة ست دلوقتي تذهب للإحرام بالثوب المعصفر، ثوب فيه أوراد مورد ومعصفر يعني باللون الوردي على البرتقالي كده، لون ملفت للنظر، ها، وتذهب للإحرام وترتدي الأساور الذهبية والصيغة وجاف بالمكياج وتروح تحج بيت ربنا وتقول ربنا يوفقني أرقص كويس، يعني مش عارف أنا عائشة كانت تعمل في الحج إيه، عايزة ترضى كبير. عائشة كمان انفردت في موضوع أنه النبي كان يمص لسانها، هي الوحيدة تقول هو في الصيام يمص لسانها. الرواية دي انفردت بها عائشة هي الوحيدة، فلما تشوف انت تقرأ الروايات وتشوف انه كان رسول الله صلى الله عليه وآله تقول هي عائشة كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، يعني أنا مش فاهم عائشة كانت تروي الروايات دي إزاي، مش فاهم يعني ممكن كان النبي صلى الله عليه وآله يقول للصحابة يقول لهم أنت بإمكانك أن تقبل زوجتك وأنت صائم وأنت مص لسانها وأن تضعها ولا تعمل بها البلاوي السوداء والزرقاء، احنا ملناش دعوة دلوقتي، بس ممكن يعني هي ضروري عائشة كانت تروي الحاجة دي للناس، يعني أنا مش فاهم لحد دلوقتي مش فاهم عائشة كانت تروي. طيب لماذا لم تروي هذه الرواية بقية أزواج النبي؟ لماذا لم يقل بقية الصحابة هذه الرواية عن عائشة، إنه يعني مش عن عائشة يروي هذه الرواية ويقول يا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجيز أنواع المداعبة أثناء الصوم حتى أنه كان يجيز مص لسان الزوجة. يعني أنا مش فاهم عائشة الفاجرة كانت بتروي الروايات دي إزاي. لا وصل بها الأمر كان يعني حتى أنه تقول كان يباشرها وهو صائم، في بعض الروايات في بعض الكتب بتقول كده كمان. فعائشة لعنها الله مش فاهم أنا كانت تعمل كده ليه. يعني عائشة هي التي انفردت في موضوع أن النبي كان يباشرها وهي حائض،
فتقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول لها في حين حيضتها، كان يقول لإحداهن في حين حيضتها أنه اتزري فتأتزر، فيباشرها وهي حائض. الرواية دي موجودة فين؟ هو ربنا يقول في القرآن إيه؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ف عائشة كانت تقول في صحيح البخاري قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يباشرها أمرها أن تتزر من فور حيضتها ثم يباشرها. طيب عائشة يا ملعونة أنت بتقولي الكلام ده إزاي للرجالة؟ أولا. ثانيا، هل رسول الله صلى الله عليه وآله يخالف القرآن؟ ربنا بيقول فاعتزلوا النساء، طيب ازاي يباشرك وانت في المحيض؟ ده ثانيا. ثالثا، انا عندي سؤال مستغرب منه، يعني لو فرد كان متجوز اربع نسوان مثلا، عنده اربع ستات في البيت، لو واحده منهن جاءت لها الدوره الشهريه بتاعتها فيعمل ايه؟ فيعتزلها ويروح عند الستات البقيه، فكل ليله يبات عند واحده ما عدا الست اللي عندها المشكلة بتاعتها. طيب النبي محمد صلى الله عليه وآله كان عنده تسع نسوان، متجوز كان تسع نسوان، ضروري يباشر عائشة وهي في المحيض؟ أنا مش فاهم، يعني ضروري عائشة يعني هي مصورة النبي صلى الله عليه وآله كأنه شخص والعياذ بالله مهووس بالجنس والجماع، واحدة مجنونة، هي مهووسة بالجنس، عشان كده هي الفرد الوحيد الذي كان يروي الروايات الدنيئة دي. هي عائشة الفرد الوحيد الذي كان يروي الروايات الجنسية. يباشرها حين حيضتها ومش عارف مين، ايه ده؟ ويمص لساني وهو صائم، ايه ده يا عائشة؟ وكان يأتي بالراقصات ويحملني وفي المسجد والحبشة يزفن في المسجد. ايه ده يا عائشة؟ ايه يا عائشة انت فين؟ والله لو كانت عائشة دلوقتي موجودة كانت دلوقتي تشتغل في شارع الهرم بصراحة، يعني كانت دلوقتي رقاصة ولا صاحبة بار كده هناك، وكانت تعلم الناس غسل الجنابة على مش عاوز اكمل يعني عشان بلاش فضايح. طيب عائشة انفردت في موضوع انه النبي كان عاوز ينتحر، طيب هي عائشة بتقول، اسمعوا الرواية دي موجودة عن عائشة قالت وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وآله فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله أكثر من مرة لما يتأخر عنه جبريل يتجن والعياذ بالله وروح لأعلى جبل ليرمي نفسه من فوق الجبل لكي ينتحر. ليه عائشة تروي الروايات دي؟ مش فاهم. ليه عائشة الكاذب دي؟ مش فاهم. الله يلعنك يا عائشة. عندنا اتصال، مين معانا؟ محمد من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا محمد. انت بتقول اكاذيب صح؟ ايوه يا اخي، انت اللي كذاب وكذب. طيب انت راجعت الكلام اللي بقوله ولا لا؟ انت
اللي كذاب وقتل سيدنا عائشة رضي الله عنها. لعن الله عائشة ولعن أبيها. بس أنا أقول لك على حاجة يا محمد، يا محمد اسمعني. سامعك. أيوة. أقول لك أنه هل تعقل أن النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن ينتحر؟ أنت بتصدق الكلام ده؟ الكلام ده كلامكم انتوا، انتوا دي اكاذيب انتوا اللي عاملينها. والله العظيم دي ده الكلام من كتبكم انت. عارفين الحقيقه انت. والله العظيم ده من كتبكم انتوا، والله مش من كتبنا احنا، كتبكم انتوا. مش من كتبنا احنا، انتوا ماشيين على خطه اساسا انتوا لا عايزين. والله انتوا اعداء، انتوا اعداء رسول الله يعني. طيب طيب اقول لك على حاجه يا محمد، يا محمد يا محمد انت بتحب رسول الله صلى الله عليه واله؟ أكيد طبعا. طيب إيه رأيك لو فرد يقول، لو فرد يجي يقول لك إنه رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعاشر زوجته وهي في المحيض، إيه رأيك بالكلام ده؟ كلام مش، كلام غير صحيح. كلام طيب غير صحيح. عائشة كانت بتقول الكلام ده. عائشة كانت بتقول الكلام ده. في الكتب بتاعكم أنتوا حتى بيقول لك البطيخة الحمراء موالية لأهل البيت، والبطيخة اللي بتطلع رعى معادية لأهل البيت. يا عم سيبك من البطيخ والفسيخ يا محمد، سيبك من البطيخ والفسيخ. أنا أقول لك على حاجة دلوقتي، راجع الكتب بتاعتك، ده مش كتاب اعتقادي. انتوا عارفين حقيقة الدين وعارفين حقيقة كل حاجة، وبتدعوا كذب والافتراء. حزي الله ونعم الوكيل فيك انت ياسر الخليل. الله يكون في عونك يا محمد. يا محمد أنا عاوز أطلب منك طلب لو سمحت. قفل السكة. يا محمد أنا أطلب منك طلب أنت وغيرك، أنا أي رواية برويها وأقرأ لكم إياها أنا عاوز منكم تراجعوا الرواية بتاعتي وتشوفوا الكلام ده بتاعي صحيح ولا لأ. شوفوا، جربوا جربوا، لو طلع كلامي صحيح يعني يبقى ولله الحجة البالغة، يعني الله عز وجل بعثني لكم كحجة يعني، وكبرهان لكي تسلموا وتتركوا عائشة وكاذب عائشة. طيب لو طلع كلامي غلط ولا الكلام اللي بقوله ده مش صح، رجعوني وقولوا لي يا حاج فايز انت، انا رجعت الكتاب اللي قلت عنه البخاري ولا مسلم ولا مسند احمد ولا اي كتاب وطلع غلط، ما فيش موجودة الرواية دي، وانا هعتذر ليكم رسميا واقول لكم انا غلطان واعتذر. طيب فضل لنا كام ثانية كنترول. طيب عائشة كمان انفردت في قضية سحر النبي صلى الله عليه وآله، هي الوحيدة التي كانت تروي أنه النبي صلى الله عليه وآله سحر. سحر إزاي؟ تقول هي عائشة أنه النبي صلى الله عليه وآله كان مسحور، ودلوقتي مش عارفين مسحور قد إيه، كم المدة اللي اتسحر من أول زواجه منها لآخر ما توفي، قبل ما يتوفى في يومين ثلاثة، ولا فضل السحر ده يومين شهرين سنتين 50 سنة مش عارفين. فهي تقول سحر، حتى أنه كان لا يعلم ولا يعقل، حتى أنه كان يقال أنه أنت فعلت شيء ويقول أنا لم أفعل، ويقول ويقال لو أنت لم تفعل هذا الشيء ويقول أنا فعلت، فكان لا يعرف ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، كما تروي عائشة بنفسها. فيا اخوانا يا ده الكلام ده من دسائس عائشه في الدين لكي تشكوا في الاسلام الحقيقي وفي النبوه. طيب نستقبل اخر اتصال عشان محمد من مصر. السلام عليكم. محمد قفل السكه. طيب يا اخوانا عائشه باكاذيبها دي هتكت الاسلام وكذبت على الاسلام وافترت على الإسلام، فأنا بنصحكم بترك عائشة واتباع النبي العربي الأمي محمد صلى الله عليه وآله، وترك عائشة واتباع آل بيت النبي صلى الله عليه وآله. يا إخوانا احنا هنكون معاكم الأسبوع القادم إن شاء الله، هيكون تغيير في المواعيد إن شاء الله، احنا هنبلغكم إن شاء الله عن المواعيد دي. إلى ذلك الحين استودعكم الله من هنا من أرض فدك الصغرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.